ياسر كمدير منتخبات وطنية بعد اليوم انتهاء الدرو، أول شيء شو رأيك بالمجموعة اللي اخترتوها وليه اخترتوا المجموعة الثالثة؟ يعني المجموعة لقيناها مناسبة أكثر للأدوار الثانية، عم نجرب نتحاشى كنا على ربع النهائي أستراليا أو بالمجموعة دي، فقررنا أن نكون بهذه المجموعة لأنه بعدين من كل مجموعة بيتأهل ثلاث فرق بالدور الأول، بيرجع بيلعبوا مجموعتين ستة بستة، بهونيك بيصير الربع النهائي كمان له حساباته. فنحن عم نجرب نتحاشى بس الفرق القوية لنقدر نكون عندنا حظ نوصل على السيمي فاينل، يعني انه ما بتعمل شيء بتكون اذا تأهلت من الدور الاول ووصلت على الكورتر فاينل اللي هو نوك اوت وطلعت برا. فنحن عم نطلع كنا لابعد من الدور الاول وان شاء الله بنتوفق. يعني بالنهاية اهم شيء التحضير، نبلش نتحضر مزبوط، عندنا 69 يوم مهمة كثير كبيرة واتكلنا على الله وعلى الشباب وهذا اهم شيء. المدرب يعني لافت انه بعد لهلا ما تم اختيار مدرب منتخب لبنان، امتي رح ينعلن اسم مدرب منتخب لبنان كرة السلة؟ وهل مثل ما عم يحكى اسم كثير كبير؟ تفتيش عن مدرب صار له فترة، لجنة منتخبات عم تشتغل، عم نعمل سكريننج للسيفيات، وصلنا لاثنين كانديديتس، يعني مفروض انه بس تقرر البادجت لانه كل شيء بيتعلق بالبادجت بتعرف. عنا اكيد اسم كثير كبير، اكيد كثير مهم، بيجي من مدرسه كثير مهمه، مفروض هو يعني يكون الاساس والمفتاح للتحضيرات كلها. عنا اللاعب مجنس كمان كثير مهم، بدنا نبلش ورشه التحضير من هلا، يعني اول جمعه من جون بدنا يكون كل شيء خالص لحتى نحط السكادجول، نبلش عنا معسكر تدريبي بالبرتغال بين 14 و17 جولاي، وبعدين بدنا نفوت على بطوله اسيا نكون جاهزين لحتى نقدر نبيض وجه لبنان لجمهوره وعلى ارضنا، يعني كمان رح تكون Thank you.